هي دي صورة الديناصور المصري فعلا؟ لا ده الديناصور المصري ذات الأشواك طبعا، سباينوسوراس إيجيبتاكس. ده أضخم وأشرس كائن عاش على وجه الأرض. يا خبر أبيض. ده فعلا ده فعلا، وهو يعني حاليا بقى في بحث طلع من قيمة بالظبط 3 أسابيع أو شهر. بيقول إن هو كان في نظرية إن هو بيعوم. بيعوم؟ يعني يقدر يعوم كده، والشراع ده موجود عشان زي الزعنفة كده. بالظبط كده. لكن في بحث طلع دخل فيه الرياضة والميكانيكا وكل العلوم السيميوليشن والكمبيوتر ساينس، أثبتوا إن مركز الاتزان بتاعه ما لا يسمح له بالعوم، يسمح له بالطوفان فقط، يقدر يطوف. لكن لو عام يعني يشتم نفسه فوق الميه. أيوة. وطبعا هم لقوا في الجمجمه. اكتشفوه فين يعني؟ فين في مصر؟ اكتشفوه في الواحات البحريه اللي احنا كنا فيها الاسبوع اللي فات. يعني واضح ان المنطقه دي حضرتك مغرم بالديناصورات يا دكتور. مغرم مغرم بكل الحياه القديمه. يعني احنا عندنا انتوا عملتوا مركز عظيم جدا في جامعه المنصوره اسمه مركز الحفريات الفقريه. ده موجود عندهم في كليه العلوم، وده اللي احنا اللي الجامعه بدات تعمله عشان تساعده. هم لسه محتاجين كتير مبدئيا. طب يعني كلمنا عن المركز يا دكتور، كلمنا عن اهميته والجامعه ان هي تدعمه، دي حاجه مهمه جدا. هو حتى يمكن كان لسه هشام بيقول لي قبل ما نخش ان الرحلات، انا بقول له انتوا يعني بتتكلفوا ازاي وبنعمل، يعني الجامعه بتدفع جزء من الرحلات دي، تكاليف الرحله يعني في الحاجات الجديده اللي هم بيعملوها، وبياخدوا عربيه بتروح توديهم بتقعد معاهم، الاقامات دي بتتكلف كتير، فالجامعه بتتكفل بيها. القصه الثانيه ان طبعا هم عندهم حاجه مش كبيره قوي يعني المركز ده، لكن المركز ده دلوقتي بدانا يعني نعمل له رينوفيشن ويبقى شكله اجدد، بس هم بيتطلعوا لاكبر من كده. حاجة عارفه طبعا البحث العلمي كل ما هيبقى درجه هيطلع لدرجه اعلى، الدرجه الاعلى دي هتحتاج اكتر، هتحتاج اكتر دي هتبقى ممكن تبقى اكثر من امكانيات الجامعه. عشان كده حتى هم لما قابلوا مع الوزير فهو وعدهم بحاجات، احنا وزير التعليم العالي طبعا هو هيكرمهم، وهم يعني وعدهم بحاجات، بس لسه الحاجات دي في طريقها للتحقيق.